الأسبوع من سكاي نيوز عربية مع ريتا معلوف. قاتل بالتسلسل تسلل خلسة إلينا وأصبح يفتك بضحاياه كل يوم. إنه الفيروس اللغز كورونا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية القادمة بحسب الغرب من الشرق، ولكنها بحسب آخرين لا تعدو أن تكون زوبعة رعب أخرى تضاف إلى إنفلونزا الطيور والخنازير وجنون البقر. الدور الآن بحسب هؤلاء على الإبل لتأخذ نصيبها من رعب متحول يصنع عمدا لتتسع كعكة استهلاك الأدوية وتدر أموالا على مروجي هذه الأمراض. مجهول تضاربت الأنباء حوله واختلطت الشائعات بالحقيقة. فيروس كورونا بات يثير الرعب والهلع لدى البعض والشكوك والريبة لدى البعض الآخر، لكن الأكيد أنه أودى بحياة الكثيرين حتى الآن. السعودية كانت البؤرة الأساسية للفيروس. اكتشفت أول حالة في سبتمبر عام 2012 بجدة، عندما نجح أطباء في عزل الفيروس بعد وفاة رجل عقب ضيق حاد في التنفس وفشل كلوي. ورغم تسجيل حالات إصابة في عدد من البلدان، فإن السعودية لا تزال البلد الأكثر تضرراً بالمرض. فحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة السعودية، لقي أكثر من 150 شخصاً حتفهم بسبب كورونا. لكن رقعة الإصابة توسعت لتشمل دولاً أخرى في الشرق الأوسط وخارجه. عربياً اتسعت خريطة الفيروس لتشمل حتى الآن كلاً من الإمارات ومصر والأردن والكويت وقطر وعمان وتونس واليمن. أما عالمياً فقد سجلت حالات إصابة في كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليونان والولايات المتحدة وماليزيا. ورغم الجهود التي يبذلها الخبراء لاستخلاص علاج أو لقاح يوقف انتشار المرض، فإن آخر ما تم التوصل إليه هو لقاح اكتشفه علماء أمريكيون كانت له نتائج إيجابية بعد تجربه على الفئران، لكنه لم يعتمد حتى الآن كلقاح. كورونا هو فيروس من سلالة سارس المسبب للالتهاب الرئوي الحاد. يسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس، ويؤدي أيضا إلى فشل في الكلى. وقد اتفق على تسميته بكورونا المسبب لمتلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطية. لا يزال هناك جدل علمي حول الطريقة التي ينتقل بها الفيروس إلى البشر، لكن آخر النظريات تقول إن الإبل هي الحاضنة التي ينتقل منها الفيروس إلى الإنسان على الأرجح. وفي ظل الانتشار الذي يعرفه المرض دولياً وغياب أي لقاح ضده، فإن الكثير من المخاوف بدأت تثار، خاصة مع غياب استراتيجية دولية واضحة وموحدة لمواجهة انتشار المرض. فمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن التنسيق دولياً في مثل هذه الحالات عقدت عدة اجتماعات بخصوص هذا الموضوع، لكن السؤال الذي بات يطرحه الكثيرون هو لماذا لم تعلن المنظمة حتى الآن المرض وباء يستدعي حالة طوارئ دولية لمواجهته، على غرار ما حدث مع فيروسات مشابهة لكورونا ظهرت سابقاً كإنفلونزا الخنازير وسارس. جدل آخر بات يثار حول دور شركات الأدوية العالمية، إذ أن هذه الشركات جنت في الماضي أرباحاً طائلة مستفيدة من إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ لمواجهة أمراض مشابهة لكورونا. فهل فعلاً تتقاعس هذه الشركات في البحث عن لقاح للمرض؟ حالة تدفع إلى التساؤل حول حقيقة مثل هذه الأمراض التي تظهر تارة وتختفي تارة أخرى. ينضم إلينا من الرياض أستاذ ورئيس شعبة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي عبد الله الحقيل. سيد عبد الله، مرحبا بك معنا في الأسبوع. يعني ربما كما استمعت في التقرير، تعددت الحيوانات الناقلة للمرض والخطر على البشر واحد. إلى أي مدى من السهل بالفعل أن يتم تحوير فيروس منتشر لدى الحيوانات ليصبح معديا بالنسبة للبشر؟ مساء الخير. فيروس كورونا أو مجموعة كورونا، المجموعة التاجية، تم التعرف عليها في 1965، هي ليست مجموعة جديدة. وحينها تم الكشف أو الفحص عن الحاضنات لهذا الفيروس، وتبين أن الخفافيش، القوارض، الدواجن والكلاب هي من الحاضنات لهذا المرض.
ففي حينها كان الموضوع بسيط جدا، يعني تسبب نزلات زكام بسيطة ولا تحتاج لأي علاج، ولم يطور لها أي لقاحات، حتى ظهر مرض سارس في نهاية عام 2002 وهو ينتمي إلى نفس المجموعة. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو طفرة جينية للفيروس، يعني ما له علاقة لا بشركات الأدوية ولا بغيرها، الفيروسات تتمحور وحدث طفرة جينية وحصلت المشكلة، زي ما حصل في إنفلونزا الطيور ينتمي إلى مجموعة H1N1، مجموعة سهلة جدا لا تسبب أي مشاكل، لكن يحدث طفرة في التركيب الجيني للفيروس، وهذا ما حصل بالضبط مع فيروس كورونا، حيث حدث له طفرة جينية أدت إلى أنه يكون أكثر ضراوة ويؤثر على البشر. طيب. في السابق لم يكن هذا الفيروس ينتقل طيب يعني إلى الشخص والآخر. لكن عفوا دكتور عبد الله، السؤال هنا يعني هذه الطفرة متى تحدث؟ هل هناك محفزات لحدوث الطفرة؟ البعض بدأ يتحدث أن يعني هذه الطفرة مقصودة وقد تمت في المختبرات حتى كنوع من الضغوط أو الأسلحة الخفية التي لا يعرفها عامة الناس ربما. إلى أي مدى ذلك تراه حقيقيا أم أنه أكثر منه نظرية مؤامرة؟ أعتقد أنه يرجع إلى نظرية المؤامرة وبدأ المؤامرة بكل أسف حقيقة، لكنها معروف في علم الفيروسات أنه يحدث تطور أو طفرات جينية نتيجة، يعني في عدة نظريات لكنها أشهرها يسمى stress theory أو الضغط، معاملات الضغط تتحكم فيها أشياء كثيرة، البيئة و التعاملات والمضادات وما إلى ذلك، تحدث تغير في التركيب الجيني للفيروس فيكون أكثر ضراوة، وهذا ما حدث بالضبط مع كورونا. يعني هي صدفة محضة، يعني تحصل الطفرة هكذا من دون مسببات، هذا ما نود أن نفهمه أكثر دكتور عبد الله، وإلا فإن يعني الرعب سيسود، معناته هناك يعني الإنسان باتوا معرضين لكثير من الأمراض التي لم يعرفوها سابقا أن يتم طفرة فيها وتحول وتنتقل إلى الإنسان في المستقبل. لا، هنا يأتي دور الإعلام الصحي الموجه بطريقة علمية حقيقية، لما تأتي الأخبار من مصادر علمية موثوق فيها وتأتي في وقتها بشكل متزامن تغيب الشائعات. يعني يؤسفني أن أقول حقيقة أن فيروس كورونا كما سبق أو سارس وغيرهما لن يكون الأخير، يعني سنشهد في السنوات القادمة يمكن في خلال 3-5 سنوات فيروس آخر جديد، وبعدها كذلك تتطور الفيروسات، تتمحور تركيبتها الجينية، تتغير وتكون أكثر ضراوة، فلذلك يجب أن نكون مستعدين لذلك. إنما الشيء المهم في الموضوع أن يعني الإعلام الصحي الرسمي يواكب هذه الموجة ويوصل المعلومات بشكل واضح ودقيق لحتى لا يفقد المتلقي أو يعني تعتقد سيد عبد الله، تعتقد أن الإعلام يبالغ ربما أو تنقصه المعلومة وهذا ما يثير الرعب؟ يعني السؤال هنا ما المانع، يعني هل فعلا مستبعد تماما أن يكون هذا الفيروس مختلق أو صنع في المختبرات كما ذكرنا 100%؟ بكل تأكيد الفيروس ليس من صنع المختبرات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم الإعلام ولا يلام في ذلك، كما ذكرت حقيقة انعدام المصدر الرسمي الموثوق يؤدي إلى خروج الإعلام الثاني، يعني في حقائق غائبة عن الإعلام إلى الآن، يعني من يتابع تقارير منظمة الصحة العالمية، وللأسف يعني أنا كان عندي بعض السلايدز والفيجر كان بإمكاني أطلعها، فيه انخفاض كبير جدا يعني في الأرقام التي ظهرت في شهر مايو بمقارنة بشهر أبريل، وهناك نظريات علمية تشرح لماذا زادت الأرقام في شهر أبريل مقارنة بمايو، ونتوقع إن شاء الله أنها تنخفض أكثر وأكثر بشكل كبير جدا. يعني طيب. المرض ولكن السيطرة عليه، ولكن دكتور عبد الله يعني حتى البلدان التي ظهر في هذا المرض بدأت تزداد، ظهر في أمريكا، في أوروبا، في عدد كبير من البلدان العربية ربما، ونسبة الوفيات بحسب تقارير تصل إلى 30% من إجمالي عدد المصابين، ألا ينذر ذلك بخطر كبير يمكن أن تتحرك على إثره منظمة الصحة العالمية؟ لا، اسمحي لي أن أوضح النقطتين هذولي. أول شيء الإصابات التي ظهرت خصوصا في الدول الغربية هي تختلف، هي في معظمها بل ربما في المطلق هم كانوا متواجدين في المنطقة، منطقة الخليج خصوصا في السعودية والإمارات، ومن ثم ذهبوا كما حدث في هولندا وكما حدث في الولايات المتحدة، هذا الشيء. الشيء الثاني،
عفوا ايش كان السؤال الثاني؟ انا نسيته اللي هو طيب في اثناء ذلك عفوا اود انا اسف على المقاطعه ولكن اود استثمار الوقت الى اي مدى ترى انه عفوا اسمح لي انا ذكرت لا عفوا انا ذكرت الموضوع اللي هي الوفيات حقيقه. لا خلينا نوضح النقطه هذه اذا تكرمتي. الوفيات الارقام الموجوده غير دقيقه على الاطلاق حقيقه. لماذا؟ لان في بدايه المرض كان التشخيص يتم فقط في الحالات الحرجه، ومن المؤكد ان تكون نسبه الوفيات عاليه جدا، ولكن بعدما توسع المسح الميداني وهذا هو المطلوب في مثل هذه الحالات يتم فحص المخالطين وغير المخالطين انخفضت نسبة الوفيات إلى أقل من 30% حوالي 25%. وإذا ما تم التوسع بشكل أكبر فمن المؤكد أن هناك أناس ناقلين للفيروس طيب. بدون أي تعرض. بناء على كل ذلك تحدث عن المعلومات المغلوطة نقص المعلومات إلى ما شابه، إلى أي مدى ترى أنه الصيدليات شركات الأدوية حتى محليا لنقول بالسعودية تستغل ذلك لتحقيق أرباح؟ وكانت منظم يعني وزارة الصحة السعودية حذرت هذه الشركات والصيدليات في السعودية من استغلال كورونا، أصبح سوق كورونا بحسب البعض. بكل تأكيد طبعا في مثل هذه المناسبات تظهر الدعايات للمطهرات المعقمات وبلا شك أنها مطلوبة، ولكن لا يجب أن يكون فيها مبالغة أكثر من اللازم. استعمال الكمامات أيضا مطلوب ولكن لها مقاييس محددة وظروف محددة، لا تكون يعني الإنسان يمشي في بيته ولا في مكانه ويستعمل الكمامات، لا داعي لذلك. لها مواصفات ولها شروط، وهنا يأتي دور التثقيف والتوعية بمبدأ صحيح. إذا ما تم ذلك بطرق علمية وواضحة فلن يكون هناك أي مبدأ أو طرق للاستغلال. أشكرك جزيلا رئيس شعبة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي عبد الله الحقيل، شكرا جزيلا على مشاركتك في الأسبوع. دخل العرب موسم الانتخابات في دول كثيرة ما بين رئاسية وبرلمانية، دعي كثيرون للتصويت في انتخابات يجهلون أبسط شروطها ويعيشون في واقعهم اليومي الكثير مما يناقضها في مجتمعات تفتقر في كثير من الأحيان إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة ولا تفهم كثيرا من حقوقها أو واجباتها، ولكنها مع ذلك تنتخب وتبصم بالعشرة على حكامها وكأنها تعيش في واحة ديمقراطية غناء. بعد الثورات التي شهدها عدد من الدول العربية أرغى وأزبد المتجادلون بشأن مفهوم الديمقراطية وعلاقته بالدين أو بالليبرالية. هل أقحم الدين في النظام السياسي؟ أم هو انعكاس صادق للمجتمع في مرآة الأيديولوجيات؟ نقاش أرق أيضاً المحللين والساسة الغربيين، ففي تجربتهم تزاوجت الديمقراطية والليبرالية وتعايشتا في وئام تام. والليبرالية عندهم سبقت الديمقراطية، فبريطانيا مثلاً في تحولها إلى دولة حديثة بدأت بإرساء حكم القانون ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم سمح للبعض بالانتخاب إلى أن عمم هذا الحق على الجميع. لكن ذلك لم يحدث في مصر وتونس اللتين تدمقرطتا بطريقة عكسية، وهذا لا يعني أن الديمقراطية في هذين البلدين يشوبها عيب ما، فالديمقراطية هي إرادة الشعب لا أكثر ولا أقل، أما حكم القانون وضمان الحريات وفصل السلطات فهي أعمدة الليبرالية. وقد رافق صعود الديمقراطيات غير الليبرالية في بعض الدول العربية انتهاك زعماء انتخبوا ديمقراطياً لبعض الحريات الأساسية، ويطالعنا في هذه الحالة المثال المصري. لأنها لن تكون أبداً عقبة. لكن الديمقراطية باتت مبدأً مسلماً به لدرجة أنها أضاعت في بعض الحالات ما يراه البعض هدفها الأساسي أي الرفاه الاجتماعي. فالبعض يقيم الحكومات بمقاييس تعتمد على الليبرالية لا الديمقراطية، وأولئك يشيرون إلى دول كالأردن والمغرب اللذين يمنحان شعبيهما خياراً سياسياً محدوداً لكنهما يوفران بيئة عيش أفضل من بعض الديمقراطيات غير الليبرالية كفنزويلا وروسيا. في مصر وتونس أصبحت الديمقراطية هدفاً نصب أعين الإسلاميين والعلمانيين وما بينهما، لكن بعد سقوط الأنظمة تحول النقاش إلى ماهية الدولة الحديثة، فالشعوب قد قررت عبر سبل ديمقراطية أنها تنشد حالة من الديمقراطية غير الليبرالية، وهذا حق كفلته لهم الشرائع كما يجادل البعض، لكن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرسم هنا خطاً أحمر، فحريتك تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين، وهو مبدأ تقوم عليه الديمقراطية الليبرالية. وقد تكشف هذا الانقسام في مناقشات اللجان الدستورية في تونس ومصر،
بالنسبة للليبراليين فإن بعض الحريات لا يمكن التفاوض عليها، والدولة بالنسبة لهم حكم محايد لا قوة معززة لمجموعة معينة من المعتقدات. لكن الدستور المصري الأول الذي تم تبنيه في استفتاء ديسمبر 2012 انتهك هذا الميثاق في مجالات المساواة وحرية التعبير والدين. كما أصبحت الانتخابات عكازة للإخوان، فكلما واجهتهم أزمة ما كان ردهم الأول إرادة الناخبين لاعتقادهم بأن الشرعية الانتخابية ستفضي إلى استقرار مصر وترسيخ الحكم، وهذا بالطبع ما لم يحدث. أما في تونس فبعد سقوط زين العابدين بن علي أعادت حركة النهضة الإسلامية تشكيل نفسها بعد حلها في التسعينيات، لا وبل فازت في الانتخابات، انتصار يرجعه البعض إلى الرغبة الشعبية الواسعة لإنعاش الجذور الإسلامية للدولة والاستعداد الموجود أصلاً في معظم الدول العربية لخلط الدين بالسياسة. شعوبنا إذن في مجملها تنشد إسلاماً مسيساً، أيديولوجية ليست التجربة الأولى من نوعها في الإطار الديمقراطي. فخلال القرن العشرين سعت عدة أيديولوجيات كالاشتراكية لبلوغ السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، لكن هذه الحركات كان عليها أن تتحرك باتجاه الاعتدال السياسي من أجل جذب الناخبين. الحركات الإسلامية من جهتها لم تواجه هذه المشكلة، إذ أن الغالبية العظمى من العرب لا يعارضون أيديولوجيتها، وبالتالي لم تضطر هذه الحركات للتحرك على الطيف السياسي من اليمين إلى الوسط، وهو ما كان قد توقعه المحللون في الغرب. أما إن أردت أنت أن تكون ديمقراطياً فإن التسليم بحكمة الجماهير إما أن يكون مطمئناً أو مخيفاً، وهذا يعتمد بالطبع على موقعك على الطيف السياسي. ينضم إلينا من لندن الخبير في شؤون الديمقراطية غسان العطية. سيد غسان مرحبا بك معنا. برأيك إلى أي مدى يقول بعض أن العرب جاهلين بالديمقراطية، يعني ربما يعرفونها كنظرية ولكن لا يعرفون تطبيقها، إلى أي مدى ذلك يوصل مجموعة من الدكتاتوريات إلى الحكم بشرعية الناخبين برأيك؟ شكرا وهنئكم على المقدمة للبرنامج، فيها الكثير من الأمور المهمة. الناحية الأساسية، المجتمعات كي تتحول من مجتمعات عشائرية أو قبلية أو قطاعية إلى مجتمعات ديمقراطية كما حصل في أوروبا بتحديدا والولايات المتحدة أخذت عقود لا بل قرون. التجربة العملية بالديمقراطية هي موضوع التراكم والأرث والتقاليد لكي تصبح مقبولة. الماجنا كارتا في بريطانيا قبل 500 سنة أعطت للإقطاعيين ورؤساء القبائل الملاكين الكبار حق المشاركة بالرأي وليس انفراد الملك. المرأة أخذت حقها في بريطانيا بالتصويت عام 29، يلا أصبحت مشاركة. الانتخابات كانت تعطى للذي يملك دار أن يشارك بالانتخابات، هذه إلى أن تطورت إلى أن أصبحت ما عليه. فعنصر التراكم أساسي. نأتي على الحالة العربية. الحالة العربية كان عندنا في أيام الدولة العثمانية كان مجلس المبعوثان، أي أشبه بالبرلمان، فكان هناك ممثلين عن الولايات العربية. فمثلا في تونس هناك الباي التونسي ويجب أن يمثل في البرلمان العثماني، والعراق من البصرة بغداد والموصل وهكذا. الحصل الحرب العالمية الأولى قلبت الموازين، بدل ما أن نتطور تدريجيا ونصل إلى حالة من الديمقراطية كما حصل، وإنما قطع الطريق بإسقاط الدولة العثمانية وبدأوا يفتشوا بحل. في السيطرة البريطانية والفرنسية أرادت أن المنطقة العربية أن تمارس الديمقراطية. سيد غسان عفوا وقتنا ضيق، يعني مستمتعين بحديثك ولكن وقتنا ضيق. عندي سؤال هنا، هل ترى أن الديمقراطية السياسية هي من أعلى لنقل درجات الديمقراطية؟ يعني عندما يولد الإنسان العربي محاط بمجموعة كبيرة من الدكتاتوريات، العائلة، المدرسة، المجتمع، الدين، هل هو جاهز لنقل داخليا نفسيا لتحمل مسؤولية ديمقراطية سياسية؟
سيدتي الديمقراطية بالتحديد العرب محتاجين ما يسمى بالحكم الرشيد، الحكم الرشيد اللي قادر على توفير الاستقرار، توفير الرفاهية الاقتصادية، وتوفير المساوات وإعطاء الفرص المتساوية للجميع. هذا الحكم الرشيد. تقاليدنا العربية وجدت أن الأنظمة الملكية وكما جاء في تقريركم كانت أنجح من التي ابتليت بداء الثورات باسم الثورات المختلفة. فإذا أخذت الدولة مثل الأردن أو المغرب أو الخليج نجد أن رواد الحركة الإصلاحية فيهم من محمد الخامس في المغرب كان له الدور الأساسي بترسيخ كيان الحكم الرشيد، الملك عبد العزيز في السعودية. طيب يعني إذا سيد غسان واضح ولكن فشلت. واضح أن هناك لدى الشعوب العربية تعطش بشكل أو بآخر أو يستفز بسهولة عندما نذكر أمامهم موضوع الديمقراطية، خاصة في الجمهوريات والتي تدعي الديمقراطية. يعني ما الحل أو كم سيتطلب من المجتمعات العربية حتى تستطيع فهم ربما مصطلح الديمقراطية قبل أن تطبقه حتى؟ المؤسف جيلي واللي مرينا به وأنا من المخضرمين كنا نتصور الثورات، وبعدين أخذنا نتلقى فكرة الانقلابات العسكرية، كلها بدل ما تمارس الديمقراطية عمقت الصراعات ما بيناتنا. والآن تقولي هل هناك طريقة لأن نخرج من هالمأزق الحاصل اللي هو حروب أهلية؟ فالديمقراطية بالطريقة اللي تطبق بالعراق مثلا أو في لبنان أو هي مدعاة إلى ما يسمى الديمقراطية التوافقية، إن ممثلي الطوائف يلتقوا وبعد 10 سنوات حرب أهلية. من هنا أعتقد المشكلة الأخرى العربية أن نحن شعوب متلقية نتأثر بجيراننا. فلما كانت مصر دولة قامت بانقلاب عسكري كبير بزمن عبد الناصر الكل قلدوها. في سوريا كان هناك برلمان وانتخابات، ألغوا البرلمان من أجل انقلاب، وكذلك بالعراق ألغينا البرلمان من أجل انقلاب عسكري. والآن متلقين مرة أخرى بالتأثر بإيران، أثرت على كثير من شعوبنا وأخذوا ينظروا لأنفسهم ليس كمواطنين وإنما كأبناء طائفة، وبالتالي صراع بين طائفة وطائفة. وعلى هذا الأساس أقول بكل أسف المشرق العربي بالأنظمة الحالية الجمهورية سوف لن يشهد ديمقراطية لعقود طويلة. هل ذلك لأنه غير مستعد أم أنه الأنظمة التي تحكم ترسخ هذه الثقافة، ثقافة التلقي، يستعملون الدين في السياسة في التفرقة المجتمعية وندخل في دائرة مغلقة؟ سيد غسان، الفرصة تركيا كمال أتاتورك عسكري واستلم السلطة، حتى مارسة الديمقراطية تركيا بعد أتاتورك احتاجت إلى 70 سنة خلالها مرت بأكثر من انقلاب عسكري، لكن التراكم التدريجي إلى أن وصلت لما هي عليه الآن. أما نحن الآن في واقعنا المؤسف وأقولها بكل ألم ومرارة أن الآن الأنظمة الجمهورية فشلت بهذا الطريقة، وإنما فجرت النزاعات الداخلية، فجرت الطائفيات، ولذلك الآن العودة أو إرجاع مطلوب مراجعة عربية بالواقع لهالموضوع. والعبارة اللي يجب أن نهتدي بها الحكم الرشيد أولا. جيد، ولكن سيد غسان هناك دول عربية كثيرة يعني ليست من دول الحكم الرشيد وإنما تدعي الديمقراطية أنه هي دول جمهورية ومنتخبة، مثلا وهو موضوعنا التالي موضوع الانتخابات السورية. يعني بشار الأسد في منصبه والآن هناك مرشحين ويدعون أن هناك انتخابات حرة يعني ربما يمدد للرئيس الأسد ل7 سنوات أخرى. هل يضحك على المواطن لنقول بسهولة سيد غسان بمجرد ما وضع صوته في صندوق الاقتراع بغض النظر عن النتيجة؟ يا سيدتي هذا بالضبط التشويه. أخذوا شكليات الممارسة الديمقراطية وهو صندوق الاقتراع. صندوق الاقتراع هو ممارسة بس مطلوبة، كي تكون ممارسة سليمة مطلوبة اشتراطات، من جملة الاشتراطات أو أن تكون عدالة شفافية ومتوازنة. 2، موجود حكم قانون. 3، يجب أن يكون التكافؤ، النمو، لازم قانون أحزاب محدد، لازم هناك قضاء مستقل، لازم هناك هيئة انتخابات مستقلة. هاي كلها ما موجودة بسوريا، وحتى بالمناسبة منتقصة في العراق. والشيء الآخر اللي أوضحه أن الثورات لما تقوم وتقلب نظام جائر سابق غالبا ما تفشل أن تحقق الديمقراطية. لماذا؟ لأن لما تقوم الثورة من يملأ الفراغ؟ يملأ الفراغ
مع الأسف كما حصل بالعراق كما يحصل الآن بسوريا وكذلك حصل في مصر هو الجهل المنظمة. فالمنظمة أكثر شيء في العراق كانوا الأكراد وكانت الأحزاب الشيعية أو كان الأخوان المسلمين. شكرا جزيلا على هذا الرأي غسان العطية الخبير في شؤون الديمقراطية من لندن، شكرا على مشاركتك معنا. الآن سنذهب إلى استعراض سريع لمختلف الأحداث التي شهدها الأسبوع مع سامي قاسمي. يوم السبت 10 مايو حذرت منظمات غير حكومية وجمعيات أهلية لبنانية من تزايد نسبة الأمية بين اللاجئين السوريين، وذلك لعدم قدرة وزارة التربية أو الأمم المتحدة على استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. ومن سلسلة تقاريرنا تابع مراسلنا في الرباط اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، حيث قرر المجتمعون عقد قمة مغاربية في تونس قبل نهاية العام الحالي. يوم الأحد أجرت سكاي نيوز عربية لقاء مع المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أنه ليس بينه وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنه أشار إلى أن الجماعة قدمت نفسها بشكل جعل المصريين لا يقبلونها على حد تعبيره. ومن سلسلة تقاريرنا تابع مراسلنا في القاهرة موضوع استعادة وزارة الآثار المصرية 140 قطعة أثرية تم تهريبها إلى خارج البلاد إبان الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. يوم الاثنين قال النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار إنه ينبغي إقامة نظام فيدرالي للحكم في جنوب السودان، وأكد مشار الالتزام بالاتفاق الموقع في أديس أبابا، وقال إن الاتفاق بحاجة إلى ضمانات من أجل تنفيذه على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. ومن تغطيتنا يوم الاثنين تابع مراسلنا من بلجيكا قصص نجاح في مهن مختلفة لعرب المهجر. التقرير سلط الضوء على تمكن هؤلاء المهاجرين من كسر الصورة النمطية عن الجاليات العربية والإسلامية في بلجيكا، واستطاعوا المساهمة في المجتمع. يوم الثلاثاء أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقالة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من منصبه ابتداء من 31 مايو الجاري. وفي اليوم نفسه تم الإفراج عن السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان، وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على أن الإفراج لم يتم في إطار أي صفقة. وضمن حواراتنا أجرت سكاي نيوز عربية لقاء مع البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي قال إن الكنيسة لا تلعب دورا سياسيا في مصر. يوم الأربعاء 14 مايو قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية لسكاي نيوز عربية إن حركتي فتح وحماس قطعتا شوطا كبيرا في ملف المصالحة، وإن أجواء المباحثات الجارية في غزة بين الحركتين جد إيجابية. في تركيا أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحدادة 3 أيام في بلاده بعد مقتل العشرات في انهيار منجم فحم في مقاطعة مانيسا، كما أمر بفتح تحقيق عاجل في الكارثة. يوم الخميس أجرت سكاي نيوز عربية مقابلة مع المرشح الرئاسي في مصر حمدين صباحي. صباحي اعتبر نفسه أنه يمثل خطرا أكبر على الإخوان من السيسي، مشددا على أنه في حال فوزه في الانتخابات فلن يكتفي بالبندقية فقط، وإنما سوف يعمل على دحض فكرتهم ومواجهة تيارهم بالكلمة والفكرة على حد تعبيره. وفي اليوم نفسه قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة إن المعارضة تنتظر من أصدقاء سوريا أكثر من مجرد بيانات وإدانات للنظام السوري. وأوضح الجربة بمناسبة انعقاد مؤتمر أصدقاء سوريا في لندن أن على المجتمع الدولي تسليم السفارات السورية للمعارضة كرد على قرار ترشح الأسد لانتخابات الرئاسة. الآن عودة إلى رتا. أنت أو لا أحد، شعار يرفعه بعض المتحمسين في دعم الرئيس السوري بشار الأسد خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري في بلد دمرته حرب طاحنة، لكنها لا تمنع في فقه هؤلاء المتحمسين من الذهاب لصناديق الاقتراع في انتخابات لا يتوقع بالفعل أن تحمل مفاجآت، وستعيد الأسد بلا ريب إلى عرينه من دون كثير من العناء. شو رأيكم اليوم إجا ترشيح لرئاسة الجمهورية لغير الأسد؟ شو رأيكم أنتو كعساكر وعلى الجبهة؟ شو اسمه هذا الشاب اللي مرشح؟ بيك حجار من حلب. ما رأيكم؟ أخبرونا ما رأيكم. تحت هذا العنوان يحفظ هذا الفيديو القصير في الفضاء الإلكتروني. الجواب ليس افتراضياً بل متوقع وغير مفاجئ.
الجندي وبلهجة بسيطة عفوية تكشف عن جذوره القروية، يستهجن اسم المرشح الثاني وبثقة يؤكد عدم اعترافه هو وعائلته إلا باسم واحد، كذلك يفعل زميله. هذه دمشق، الفارق بين التسجيلين أيام قليلة. هذا أحد القلة المتبقين داخل سوريا من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، يغني ليس لسعادته بل لأنه لا خيار لديه. إنه من الصعب جداً الاستمرار في العزف والغناء عندما تشاهد أناساً يقتلون، عندما لا تعلم متى تأتيك القنبلة فتأخذ أحداً من زملائك، إلا أننا يجب أن نستمر في حياتنا. وسام واحد من أولئك الذين خرجوا ولم يعودوا، أما هو فخرج للبحث عن مياه ليشربها، هو وأصدقائه من أطفال حلب. المدينة وللأسبوع الثاني على التوالي تمضي أيامها من دون مياه أو كهرباء. عدد سكان حلب أكثر من 3 ملايين شخص. منزل آخر أو بالأحرى ما تبقى منه يطل على ما تبقى من شارع، إنها حمص. نزلت لأشوف بيت مثل بقية العالم اللي راحت تشوف بيتها، بس ما لقيت بيت ولا حيطان ولا سقف. التسوية التي أنجزت هنا أخرجت مقاتلي المعارضة من المدينة، طوت صفحة 2.5 العام من الحصار والقتال، تسوية تمت على كومة من الركام. سلاح استكان في حمص، إلا أنه يبقى كذلك في حدود شوارعها الضيقة، لأنه خارجها لم يتغير الكثير. هناك رصاصات ومعارك وجبهات مفتوحة ونزيف سوري مستمر. ولأن هناك الكثير المستمر، لابد من كلمة تجمع ولا تفرق. تحليلا قد يصيب عند الحديث عن الحملة الانتخابية التي أطلقها موقع الرئاسة السورية، وفيها يعد بشار الأسد السوريين بجملة عامية: رح نبقى سوا، وتعني سنبقى معا. معا إلى أين؟ قد يتساءل الكثيرون داخل سوريا وخارجها. صفحات إلكترونية تجيب، المؤيدة منها تعود في الذكريات إلى أمجاد الماضي وشعاراته. المعارضة تبقي على الشعار الجديد سوا وتجيب أيضا: إذا بدأ كل كاتب وصاحب قلم ولسان طويل يختفي من سوريا بواحدة من الوسائل المريحة لنظام سيادته، كون مع اليد الحديدية، كون مع الحق، انتخب. وبعيدا عن الفضاء الإلكتروني، تختار المعادلة الديمقراطية الرأي والرأي الآخر صيغة لها بنكهة سورية خاصة في الشوارع. بصريا تزدحم تلك الشوارع بالحملات والشعارات، 3 وجوه و3 برامج ووعود انتخابية، علمانية ودعم للقضية الفلسطينية في أجندة ماهر الحجار، إصلاح اقتصادي في أوراق حسان النوري، وسوى في أوراق الأسد. شيء حلو يعني بيعبر عن الديمقراطية. حتى هلا من شوي شفنا صور المرشحين، يعني هي بادرة جيدة ببلدنا الحبيب سوريا. ليست الصور وحدها، هذا ما تريد دمشق قوله بلا شك عبر بثها لقاءات وحوارات لم تكن يوما في حساباتها أو في إطار اعترافاتها. ولكن المجتمع العربي السوري ما كان جاهز بما فيه الكفاية لكي ينتقل من الحكم المركزي الشمولي، هلا بلشتي تمشي معي، من الحكم المركزي الشمولي إلى الحكم المتعدد. أسئلة ونظريات تبث وتناقش فيما وصفه المجتمع الدولي بالمسرحية الهزلية، وفيما يعتبره البعض هنا في الداخل ليس إلا موعداً مع مبايعة جديدة متناسياً كلمة انتخابات. ونبارك ونبايع. مهرجان انتخابي أم فوضى؟ في نهاية المطاف تبدو الانتخابات السورية أقرب ما تكون إلى لعبة، يسن كل طرف قواعدها كما يحلو له. قادة المعارضة يواصلون بحثهم عن السلاح الذي سيأتي بالديمقراطية الموعودة إلى ديارهم. وبحكم الديمقراطية الموعودة تعلن فرنسا وألمانيا منع الاقتراع السوري على أراضيها. وبحكم الديمقراطية الموعودة أيضاً تواصل دمشق ترتيباتها اللوجستية، مطمئنة السوريين بأن أصوات أقل من 50% منهم ممن سمح لهم بالاقتراع كافية ووافية.
انضم الينا من باريس استاذ المعهد الاوروبي في جامعه جنيف حسني عبيدي. سيد حسني مرحبا بك معنا في الاسبوع. ربما خلال الاسبوع الماضي بدانا نفهم اكثر او نتعرف اكثر على شخصيات المرشحين المغمورين، لم نعرف عنهما شيئا في الماضي. هل برايك بشار الاسد اختار منافسيه بعنايه كما يرى البعض؟ يعني ليس فقط اختار منافسيه، يعني هو اختار التوقيت والمنافسين وكذلك ما هي النسبة التي سيحصل عليها كل مرشح في الانتخابات الرئاسية، وهو يعني جيدا بأن في النهاية هو يحتاج إلى منافسين ربما أكثر ليسوق هذا على أساس أنه انتخابات. وربورتاج يجيب على هذا السؤال يعني بقوة، في حين أنه في النهاية ليس انتخابات وإنما هو استفتاء على شخص الرئيس، لأنه يحتاج إلى هذا الفصل من أجل إنهاء ما بدأه في مراحل سابقة. يعني بناء على شخصيات المرشحين وتاريخهما ربما السياسي أو الصناعي، كما أحدهما يمتلك مصنعا لمنتجات تلميع الأحذية، ربما هل تعتقد أنه كان مقصود حتى يظهر بشار الأسد بصورة البطل الذي لا منافس له ولا أحد يقترب حتى من صفاته أو مؤهلاته لينافسه على هذا المنصب؟ يعني هي عملية انتخابية خارج التاريخ، يعني فعلا سريالية، لأنه في النهاية كما تعلمين أي عملية انتخابية وانتخابات بحملة انتخابية لابد أن يكون هناك أحزاب سياسية ممثلة في لدى الشارع، أن تكون فعلا برامج سياسية إلى غير ذلك. لكن الشخصيات يعني فعلا يعني لا ربما هي إذا سمحتي نكرة في العمل السياسي، ثم أن أصلا الظروف يعني هي ظروف لا تسمح بأن يكون هناك إظهار لشخصيات ليس لديها أي لا تجذر لدى المجتمع السوري ولا في العمل السياسي الحزبي، ولا أصلا الظروف في سوريا مهيئة لإجراء مثل هذه الانتخابات، وكأنه فعلا النظام السوري سيد حسني هو بمعزل على العملية. نتحدث هنا عن الناخبين أو على المرشحين، ذكرت أنه اختار المنافسين واختار النسبة، ماذا عن الناخبين؟ هل اختار فعلا الناخبين طالما أن الانتخابات ستجري بشكل أو بآخر في المناطق فقط التي هي تحت سيطرة النظام؟ لن يقترع اللاجئين السوريين، فرنسا منعت السوريين من الاقتراع لديها، هل ضمننا حتى الناخبين ميولهم؟ يعني سيدتي يعني أبسط القواعد في العملية الانتخابية، لا أقول العملية الديمقراطية، هو أنه من الصعب أن تكون هناك انتخابات فيما يسمى بدولة لديها سيادة محدودة. يعني النظام السوري سيادته غير مبسوطة على كامل التراب، هناك مناطق كاملة تخرج خارج سيطرة النظام السوري. والنقطة الثانية كذلك هو أنه فقط ربما المناطق التي يمكن يتمتع بها النظام السوري بشعبية ما، أو هو أصلا يعلم جيدا بأن النتيجة ستكون في صالحه. النقطة الأخيرة هو أن النظام بمقدوره أن يعطي أي رقم يريده للتصويت هذا النجاح، وبالتالي هو أصلا لا يحتاج أصلا إلى هذه الانتخابات، لأنه في النهاية هو الممثل وهو المخرج الوحيد لهذه العملية. هناك مشهد ربما من ثلاثة أقسام نستطيع أن نشاهده، مشهد في المناطق تحت سيطرة الحكومة يحتفلون وينتظرون هذه الانتخابات ليدلوا بصوتهم إلى ما شابه، مشهد الدمار والخراب والقتل في المناطق التي تقصف وتجري فيها الحرب المستعرة، ومشهد آخر دولي ومشهد المعارضة وهي تنال المزيد من الامتيازات والمزيد من الوعود في مؤتمر أصدقاء سوريا ومن الولايات المتحدة، ما رأيك في هذا التناقض؟ يعني أنا أعترف أن النظام السوري يعني استفاد من ثغرات المجتمع الدولي واستفاد كذلك من الانقسامات التي تعاني منها المعارضة السورية. هو سمع جيدا وفهم بأن المجتمع الدولي دائما يقول بأن الحل في سوريا هو ليس حلا عسكريا، وإنما لابد من تكون هناك مقاربة سياسية، وبالتالي تنظيم الانتخابات وكأن بشار الأسد يقول بأن في النهاية ما دام المقاربة السياسية هو الحل، إذا الانتخابات هي الديناميكية السياسية الوحيدة المتوفرة، وأنا سأكون يعني من يقوم بهذه المبادرة وليس المجتمع الدولي بعد إفشال ما يسمى بجنيف 2. ولكن على أساس سيد حسني إبراهيم أنه سيعقد جلسة أخرى، سيكون هناك جنيف 3، وتمت الموافقة آنذاك يعني مبدئيا على مثل هذه الجلسة، والأسبوع الماضي نشاهد الإبراهيمي يستقيل مع أنه قراره كان ربما متخذ منذ فترة طويلة. هل طويت صفحة جنيف وكل المبادرات السياسية بالاشتراك مع المعارضة طبعا بحسب رأيك؟
الانتخابات هي التي في النهاية هي التي ألغت يعني جنيف ثلاثة، يعني جنيف واحد التي هي المرجعية الأساسية لجنيف اثنين تقول بمبادئ عديدة، منها عملية الانتقال السياسي وإبعاد أي شخصية يمكن أن تعيق ما يسمى بالعملية الانتقالية، وهو تلميح لبشار الأسد والقريبون منه. فإذا أعلن بشار انتخابات فهو في النهاية يقول بأن أنا سأبدأ بآخر بند وهو ما بعد عملية الانتقال السياسي، وأنه أنا الشخص الذي تريدون إبعاده من المسرح السياسي، أنا الذي سأعود إلى المسرح السياسي. بالتالي فهو نسف الجهد الدولي أو نسف المرجعية الأساسية لجنيف اثنين وهي جنيف واحد، وبالتالي من الصعب التفكير في جنيف ثلاثة بالمرجعية السابقة. يعني لابد على المجتمع الدولي أن يجد يعني أرضية أخرى جديدة. المجتمع الدولي هو مهتم صحيح بتعيين خليفة الأخضر إبراهيمي، لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون هناك فراغ سياسي. يعني في النهاية الأخضر إبراهيمي أو جنيف اثنين هي الشماعة أو نقول هي التي كانت تغطي فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل لمأساة الشعب السوري. نعم، أشكرك جزيلا حسني عبيدي أستاذ المعهد الأوروبي في جامعة جنيف من باريس، شكرا على المشاركة معنا. ضمن فقرة مراسل الأسبوع نستضيف من عمان مراسلنا نايف المشاقبي. نايف، مرحبا بك معنا في الأسبوع. تغطية هذا الأسبوع لك كانت حول إطلاق سراح السفير الأردني المختطف في ليبيا. ربما ذكرت لي في مناسبة ما أنه أنت رأيتها من زاوية إنسانية، بينما كثير من المشاهدين يعتقدون أنه هي سياسية محضة. لو تشرح لنا أكثر أو تصف لنا هذه الحالة. مساء الخير. بالفعل هي قضية اختطاف السفير يعني كان لها زاوية إنسانية وأيضا لها زاوية سياسية ولها زاوية أمنية، ولكن أثناء تغطيتي للحدث كانت هي الزاوية الإنسانية بالدرجة الأولى، لأنني كنت لابد من أن أتواصل مع عائلة السفير. فجريت أول اتصال مع عائلة السفير، أجابني أحد أفراد العائلة وكان لغاية اللحظة هو مصدوم من الخبر، فهو يعرفني. رجعت اتصلت فيه ثاني مرة فقال لي بالعامية نايف حل عني مشان الله. فكانت يعني هذا الموضوع يعني أنه أدركت مدى يعني حالة الارتباك اللي هو يعيشها، مدى حالة يعني الصدمة اللي هو يعيشها. وبنفس الوقت أنه أنا كمراسل مطلوب مني أني أنقل خبر، وبحكم يعني معرفتي وخبر تجربة بحكم تجربتي كان لازم أن أوازن بين سرعة نقل الخبر ومصداقيته وبين الأبعاد الإنسانية. فأنا قلت له يا زلمة أنا ما بدي منك خبر، أنا بس بدي أتضامن معك، بس بدي أطمن إن شاء الله إنه الخبر مش صح. قال لي لا الخبر صح.
فبالحالة هاي تأكد لي الخبر يعني بشكل بس أنت كان يعني بدك على الأقل من جانب مقرب جدا من عائلة السفير. طيب يعني كم بدك الخبر على الأقل من مصدر من عائلة السفير. طيب نايف أيضا ربما مع إطلاق سراح تمت هناك الكثير من الأخبار غير المؤكدة أنه كانت هناك صفقة إطلاق سراح سجناء ليبيين مقابل إطلاق سراح السفير وهذا ما نفته طبعا السلطات الأردنية مرارا. كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ هل حاولت الحصول على الخبر أيضا ولم تستطع بسبب التحفظ؟ منذ بداية الحدث حاولنا الاتصال مع المصادر الرسمية الأردنية، كان هنالك تحفظ وكتمان بشكل كبير جدا. من خلال معرفتي بالساحة السياسية الأردنية والساحة الإعلامية، عندما يكون هنالك حدث بشأن اختطاف سفير أو بمرتبة اختطاف سفير وهناك تكتم، أنا أعلم جيدا أن وزارة الخارجية ليست هي المعنية بالدرجة الأولى وأن هنالك أذرع أو جهات تنفيذية أخرى هي التي تعمل على إطلاق سراح أو على الأقل على التعامل مع هذا الحدث. فيما بعد علمت أن دائرة المخابرات العامة هي التي كانت تتفاوض بشكل رسمي مع الجهات الخاطئة مع جهات ليبية ليست الخاطفة تحديدا ليست الخاطفة، ولكن هناك وسطاء وكانت هنالك بعض كبار ضباط المخابرات يجرون مفاوضات مع أطراف يستطيعون التوصل أو أطرافهم حلقة وصل ما بين الجانب الأردني والجانب الليبي. وزارة الخارجية كان لديها غرفة عمليات، ولكن كما علمنا فيما بعد أن هذه غرفة العمليات ربما كانت واجهة سياسية لعملية الاتصالات الأخرى. في هذه الحالة ظهر هنالك مصطلح في الأردن ما هو يسمى يعني الدبلوماسية الأمنية، بمعنى أن التيار بمعنى أن دائرة المخابرات العامة هي التي طيب. قامت بالتفاوض سياسيا نيابة عن الخارجية الأردنية من أجل إطلاق سراح السفير. نعم شكرا. بتعرف وقتنا ضيق نايف، أشكرك نايف المشاق بمراسل سكاي نيوز عربية من عمان، شكرا على مشاركتك معنا. إذن مشاهدينا شكرا لكل ما تابع هذه الحلقة من الأسبوع، نلتقي الأسبوع المقبل، أنتم تترككم مع هذه الصور.